مساء الخير وأهلا بكم إلى لقاء جديد في حديث الخليج، وضيفي هذا الأسبوع هو الكاتب السعودي صالح الشيحي، كاتب عمود يومي بصحيفة الوطن السعودية. حياكم الله أستاذ صالح. الله يحييك دكتور، يا أهلا وسهلا. الكتابة اليومية، يعني أنت يبدو ملتزم بالكتابة اليومية منذ ما يقرب من 6 سنوات 7 سنوات 8 سنوات. نعم. لم تمل الكتابة اليومية؟ طالما هي قضية وطالما هي هم أو رسالة يحملها الإنسان بالتأكيد لن يمل من حملها أو السير. لكنك إيقاع الكتابة اليومية، يعني هل أصبح من السهل أن تكتب يعني بانتظام بشكل يومي، أم ما زالت القلق والمعاناة تلاحقك ككاتب يومي؟ هو القدر أنه أنت في صحيفة لا تؤمن بإجازة الكاتب يوم في الأسبوع، العكس من بقية الصحف الأخرى التي تمنح الكاتب يوما في الأسبوع، بالتالي هو يكتب 26 يوم في الشهر بينما أنت تكتب 30 يوم في الشهر. المعاناة لا يدركها سوى كاتب يومي آخر، شريطة أن يكون متخصص في الشأن المحلي اليومي. كاتب سياسي لا يمكن أن يشعر بمعاناتك، لأنه باستطاعته أنه يكتب 30 مقال، 10 منها عن الملف النووي الإيراني، و10 منها عن قضية فلسطينية، و10 منها عن العمل العربي المشترك، وبالتالي يأمن الهدوء وراحة البال ويضمن أنه لن يكون هناك ردة فعل سلبية. يعني كأنك تقول أنه الكاتب اللي المحلي هو أكثر، يعني التحدي أمامه أكبر، التحدي صعب والتحدي أكبر، لأنه هو يحمل قضية تواجهه مشكلتين كل يوم، التصادم أو لنقل بمعنى ألطف التفاعل المستمر شبه اليومي مع مؤسسات الحكومة، تفاعل أحيانا يكون سلبي وأحيانا يكون إيجابي، أحيانا يكون تفاعل سلبي بحيث أنه يتم تكذيبك على مادة نشرتها، وبالتالي أنت لا تملك إثبات لكنك أنت على يقين أن ما كتبته صحيح، قد يكون التفاعل إيجابي. المشكلة الأخرى هي القارئ نفسه، القارئ نفسه يعني يحملك ما لا تحتمل، يريدك أن تحترق القارئ. القارئ يعني كأنك كما لو أنك محامي، كما لو أنك مسؤول عن قضايا الناس. أبعد من هذا بكثير. القارئ عندما يحملك مسؤولية هو ينظر إليك أنك أنت وزير الصحة، عندما يكون لديه مشكلة صحية، عندما يكون لديه مشكلة تعليمية هو ينظر إليك أنك أنت وزير التعليم التربية والتعليم، ينظر إليك أنك أنت وزير الداخلية وأنت وزير التجارة وأنت وزير الصناعة وأنت وزير العمل، هو يحملك كل مشاكله اليومية، يرى أنك أنت المنقذ. ولا ألومه الكاتب، عفوا القارئ، عندما يستيقظ صباحا يجد الكهرباء مقطوعة عن منزله، لن يتوجه إلى كاتب يتعاطى مع الشأن السياسي. لكن هناك، اسمح لي أخ صالح قاطعك، هناك من يقول أنه صالح الشيحي أحيانا يعني يأخذه الحماس فيتحول من كاتب عمود يومي في الشأن المحلي إلى ناشط اجتماعي، يعني أحيانا تأتي قضايا أنت تتصل شخصيا ببعض المسؤولين لحل مشاكل الناس، هل هذا صحيح؟ لا شك في ذلك. بس هل هذا يتعارض مع فكرة الكاتب اليومي؟ هي نفس الرسالة، غايتها نبيلة في نهاية المطاف. أنا في نهاية الأمر مواطن أشعر بما يشعر به الآخرين، أنا لست برجوازيا، أنا خرجت من بين الناس، أنا أقف مع الناس كل يوم وأعاني ما يعانيه الناس، وبالتالي عندما أقوم بأي أدوار أخرى لا تتعارض مع شرف المهنة، سواء في مساعدة قارئ في أقصى الجنوب أو في أقصى الشمال، أنا أرى أنه هذا واجب إنساني قبل أن يكون واجب مهني أو واجب صحفي. طيب، هناك يعني وأنا أعد لهذه الحلقة بعض التعليقات الكثيرة على كتاباتك، سنتعرض لبعضها، ولكن هناك وصف هو ربما مدح ولكني أنظر له من زاوية مهنية فأسأل. هناك من يقول أنه تقريبا صالح الشيحي من الكتاب القلائل في السعودية اللي يجمع عليهم الناس من الجنوب من الشمال من كذا، يعني أهل الجنوب يعتبروك كاتب الشأن المحلي في الجنوب، أهل الشمال يعتبروك كاتب محلي من أهل الشمال، وأنا أسأل فعلا يعني كيف لك بهذه القدرة على أنك تتواصل مع قضايا الناس؟ الآن وسائل الاتصال أصبحت سهلة جدا، هناك أكثر من وسيلة تقنية، عبر الإيميل، عبر موقعي الشخصي، عبر الهاتف الجوال. نعم. المشكلة الوحيدة اللي تواجهنا أنه التحقق من صحة الشكوى أو التحقق من صحة المشكلة، هذه لأنها توقعنا في حرج. القارئ عندما يلقي إليك بالمشكلة لا يعني سوى حلها، لكن أنت بالتالي مطالب بأنك تثبت هذا الأمر. نعم. ومطالب أيضا أنك أنت تواجه تبعات الأمر. نعم. هل تعرضت لموقف يعني كتبت عن قضية ثم تبين لك أن القضية لم تكن حقيقية؟ نادرا، لا أذكر شيء من هذا القبيل، لكنه أحيانا أكتب عن قضية معينة ويأتي التفاعل فلا أعثر على هذا القارئ الذي بعث لي بالمشكلة، أو تكون وسائل الاتصال مقطوعة بيني وبينه. طيب، وصف كاتب البوليتاريا الأول في السعودية، كيف تنظر لهذا الوصف؟ مسؤولية إضافية، مسؤولية إضافية. ألم تخذل قراءك يوما ما؟ هناك من يتهمني بذلك. نعم، أنا سأستعرض معك بعض الاتهامات، لكن خلني يعني
أعيد السؤال بشكل آخر، يعني عن الكتابة اليومية، يعني هل تضطر يعني البحث عن قضايا للإيفاء بالالتزام اليومي؟ يعني ما زلت أسأل وأعتقد أنه عبء كبير جدا أن تلتزم بالكتابة اليومية، هل تضطر يوما ما للكتابة بطريقة عاجلة بس للإيفاء بالتزام الكتابة؟ قضايا طالما أنه أنا قضيتي هي قضية الناس وهموم الناس، أنت تدرك أنه قضايا الناس وهموم الناس لا تنتهي، مشاكل الناس لا تنتهي، وبالتالي لا يمكن أنه تبحث عن أي قضية من أجل سد الفراغ كما يقال. نعم. هناك من يقول أن الكاتب اليومي حاطب ليل، لكن هذه وجهة نظر أنا أختلف معها، خاصة إذا كان تعاطى مع شأن محلي وقضايا محلية وفي مجتمع ينمو ومجتمع يتعرض للكثير من الحراك وما إلى ذلك. نعم. اجتماعيا ومحليا. هل الوطن، يعني بتجربتك بما أنك من أقدم كتاب جريدة الوطن و تقريبا قد نجمع كثير من المتابعين والمراقبين للحراك الصحفي في السعودية، أن الوطن يعني رفعت سقف الكتابة في الشأن المحلي وفي قضايا كثيرة، شؤون فكرية إلى آخره، هل كان صالح الشيحي سيحظى بهذا الوهج لو كتب في جريدة سعودية أخرى غير الوطن؟ لا أدري، لكن الوطن أحدثت نقلة، أحدثت فتح في المشهد الصحفي السعودي. لا أحد منصف ينكر أن صحيفة الوطن شكلت منعطف تاريخي مهم في مسيرة العمل الصحفي السعودي، وأنا بالتالي جزء من هالمنظومة أو جزء من هالصحيفة، وبالتالي تفيأت ظلال الهامش الذي أتاحته لي صحيفة الوطن، وبالتالي لم أأتي بشيء من عندي. ربما لو كتبت في صحيفة أخرى وقيدت أو ضيق الهامش أمامي لن أكتب ما كنت أكتبه في صحيفة الوطن السعودية، لكن ما بعد ذلك أصبحت أتصور أن جميع الصحف السعودية صارت خلف الوطن، وبالتالي أصبح الهامش متقارب إلى حد ما بين أغلب الصحف، ليس كل لكن أغلب الصحف المحلية. هل لامس الخطوط الحمراء في الوطن أم أنك كاتب مسالم تستطيع أن تعرف؟ لا لست يعني مش مسألة مسالم، لكن أنه أنت استوعبت الهامش المتاح أمامك، وبالتالي أنت تستطيع أنك تتحرك. لا يوجد كاتب يقول أنه لم يلامس الخطوط الحمراء، بل أحيانا تتجاوز الخطوط الحمراء، لكن نحن نجتهد وهناك رقيب بالتالي يحاسبنا ان تجاوزنا هذه الخطوط الحمراء، قد يوقفك قد. نعم. طيب، يعني لن اطيل كثير في هذه المساله، ولكن لاهميه تجربه الوطن للصحافه السعوديه اجمالا، يعني موقع الزاويه في الصفحه الاخيره ولسنوات طويله بمقاييس عمر الوطن، ألم يثير هذا غيرة وربما حسد بعض الزملاء في الوطن؟ في الوطن لا أتصور، لأنه إحنا حقيقة أسرة واحدة نفرح لنجاحات بعضنا البعض. الآخرين لا أدري، أتصور أنه لابد أن نكون أرقى بكثير من هذه النظرة أو من هذه الفكرة. وجودي في الصفحة الأخيرة، وهي الصفحة تعتبر الصفحة الأولى رقم 2، إثبات أنه ما أقدمه أمر جيد، وإثبات أمام القارئ الذي يتهمني بأنني تحولت من 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 شخص أو من كاتب يدافع عن قضايا إلى كاتب آخر، هذا يدل على أنني ولله الحمد لازلت ذلك الكاتب الذي بدأ. أنت سبقتنا، إحنا نبي نطرح معك يعني المقدمات الهادئة وكذا، يعني هي تسبق الأسئلة اللي فيها تهم، يعني كنت صوت الناس وأصبحت صوت الحكومة، هكذا يقال مؤخرا عن صالح الشيحي. عندما أرتدي عباءة الحكومة أتصور أنه هذا شرف، ليس معيبة، لكن أود أن أعود بك إلى الخلف قليلا. طيب، خلني قبل أن تعود بي للخلف أتوقف معك لأول فاصل في هذا اللقاء، والجزء الثاني من هذا اللقاء سنتحدث كثيرا عن الكتابة للناس أو الكتابة يعني تمجيد بعض المؤسسات الحكومية، ليس بالضرورة صالح الشيحي، ولكن هي نوعية موجودة من الكتاب في الصحافة العربية إجمالا، ولكن بعد الفاصل ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد إلى حديث الخليج، والحوار يتواصل مع الكاتب السعودي الأستاذ صالح الشيحي. كما قلنا، كنت صوت الناس وأصبحت صوت الحكومة. صالح، يعني وأنت تقول أنه شرف أنك تكون صوت الحكومة. دكتور، دعنا نعود إلى الخلف. في الثمانينات كانت مجلة اليمامة
تقدم عمل صحفي كان الناس ينظرون إليه أنه فتح في الإعلام السعودي. ما كان ينشر في مجلة اليمامة في الثمانينات، لو نشر في السبعينات أتصور أنه لن يكون مقبولا حتى لدى 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 الحكومة ذاتها. ما نشر في التسعينات لو نشر في الثمانينات بالمقابل لن يمر بسهولة. المتتبع لكتابات صالح الشيحي عندما كتبت في قبل 8 أو 9 سنوات لم أتي بشيء جديد، أنا كتبت وفق الهامش المتاح، لكن ما بعد 8 سنوات أصبح اللي كنت أنا أطرحه قبل 8 سنوات أصبح اليوم مع الفتح الإعلامي الكبير لم يعد يثر القارئ أو يطرب القارئ كما كان يطربه قبل 8 سنوات. ما كنت أطرحه أنا قبل 8 سنوات، لو كنت أطرحه قبل 18 سنة ما كنت قد كنت سجنت أو أقلت من عملي. بالتالي ما كنت أطرحه في السابق لم يعد اليوم يثر الناس لسبب واحد فقط، وهو أنه أصبح يطرح في كل مكان. لكن قبل 8 سنوات ما كنت أطرحه لم يكن يطرح في الصحافة المحلية، اللي ما كنت الانتقادات التي كنت أوجهها قبل ثمان سنوات لم يكن هناك طرح موازي أو لنقل طرح مشابه، وبالتالي أصبح صوت يغرد وحيدا أنا وبعض زملائي في صحيفة الوطن. اليوم ما أنشره ينشر في كل مكان، وبالتالي لم يعد مثير للقارئ. لكن ما كنت أكتبه قبل 8 سنوات هو ما كنت ما هو أكتبه اليوم، يعني لم يعد هناك. ربما يعني أنا خلني يعني أسأل، لأنه فيه نوع من التناقض بين وصفك بكاتب هموم الناس وكاتب البوليتاريا الأول، وبنفس الوقت هناك من يعني يتهمك بأنك أصبحت صوت الحكومة. يعني ألا ترى أخ صالح أنه حينما يرتفع سقف الحرية، والحقيقة أنا أتفق معك أنه هناك يعني ارتفاع كبير في سقف النقاش في الإعلام السعودي، لكن أيضا طموح الناس أن يرتفع أيضا صوت النقد، لأن النقد ليس عيب أن يكون هناك نقد. يعني لماذا لا توافق هذا الارتفاع في السقف وبالتالي يرتفع صوت النقد في كتاباتك؟ هل هناك شيء يطرح في الصحافة السعودية اليوم ولا 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 أطرحه أنا بدوري؟ كل ما يطرح في الصحافة السعودية أنا أتفاعل معه بشكل شبه يومي. ما متصور أنا إنه الحكاية حكاية إنه عدم تناغم مع السقف المتاح. إحنا نلاحق السقف إن لم نكن نحن من يوسع السقف أصلاً. نعم، لكن أنت بداخلك يعني هل تشعر أنه حدة قلمك خفت، أم أنه زي ما تفضلت الظرف تغير تماماً؟ المعطيات تغيرت الآن، ما أطرحه يطرح في الأنترنت، يطرح في الصحف الأخرى، وبالتالي لم يعد مثيراً. لكن لو تعد إلى مقالاتي قبل 8 سنوات ومقالاتي اليوم هي نفسها لم تتغير إطلاقاً، لكن لم تعد تطرب القارئ. هذه المسألة باختصار شديد. بمعنى أن صالح الشيحي لم يعد يطرب القارئ؟ لا، ربما هناك أكثر من مطرب للقارئ اليوم. في السابق كان هناك مطرب أو مطربين للقراء. أنا لا أريد أن أشبه الكاتب بالمطرب، لكن يعني لم يكن هناك متنفس قبل فترة من الزمن للقراء إلا كاتب أو كاتبين أو 3 كتاب، وبالتالي اليوم هناك أكثر من متنفس للقارئ. أما حكاية أنه أرتدي عباءة الحكومة وصوت الحكومة، أنا أعتبر أنه شرف لي أني أنا أتحدث باسم الحكومة وأدافع عن الحكومة، طالما أنه لا أرتكب أمرا معيبا في نهاية المطاف. الحكومة هي أنا. بس هذا ما هو دورك صالح، يعني الحكومة لها أجهزتها ولها مؤسساتها اللي تدافع عنها. لكن عندما تكاتب يعني عفوا، لكن عندما تحسن الحكومة، عندما تصدر الحكومة قرار إيجابي، لماذا لا أتفاعل مع هذا القرار الإيجابي؟ يجب أن نكون منصفين في نهاية المطاف. يعني أنت تقول أنك من باب الموضوعية، اسمح لي يعني من باب الموضوعية، أنك أحيانا يعني تجيد أو يعني تشيد بموقف إيجابي وتنتقد الموقف السلبي، مفهوم. لكن استخدام كلمة صديقي وعزيزي وصاحبي اللي هم الوزراء والمسؤولين، البعض ينتقدك على هذه المصطلحات، كيف تفسر؟ أنا أرى أنه أنا لما أستخدم انتقدت أنه لما تكون تخاطب الوزير بأخي وزير التربية والتعليم وأخي وزير العمل، من الحق بالنهاية هو مواطن مثلي، هذا موظف في نهاية الأمر، عندما تنتهي فترة وزارته سيعود مواطن مثلي في نهاية المطاف. ثم أنه مفردة الأخ أو عبارة أو وصف الأخ أرقى بكثير من أنه أصفه بمعالي. هذه الأوصاف هي وفدت إلينا من الخارج، لكن الأخ لا يوجد أسمى من الأخوة. إنما أصفه بأخ، أنا أعتقد أنني أعطيه مكانة أكبر بكثير من أني أصفه بصاحب المعالي أو صاحب السعادة، وهي مفردات أو عبارات أو تسميات أتت إلينا من الخارج وليست من صلب أو من صميم ثقافتنا. طيب إذا يعني قلنا أنه صالح الشيحي أسس لنوع من الثقة
ونوع من الاحترام المتبادل بينك وبين المسؤولين، بينك وبين المواطن اللي منفعل واللي عنده مطالب وكذا. ما مدى استجابة المسؤولين لطروحات صالح الشيحي إجمالا يعني في العموم؟ التفاعل نوعين، تفاعل سلبي وتفاعل إيجابي. أحيانا يعني قد يعني تستغرب أنه التفاعل الإيجابي يأتيك من كبار المسؤولين في الدولة، هذا التفاعل الإيجابي. التفاعل السلبي عندما يأتيك من المسؤولين التنفيذيين في أجهزة الحكومة. تفاعل سلبي أحيانا يكذبك المسؤول أو يشكك في مصداقية ما تطرحه، وبالتالي هذا يوقعك في موقف حرج أحيانا لأنك لا تستطيع إثبات المعلومة التي تقول. نعم. طيب، واحدة من القضايا اللي أثارت جدل حول صالح الشيحي تأييدك لإغلاق مؤسسة الحرمين الخيرية. يعني هناك من يتساءل لماذا تحمس صالح واحتفى بإغلاق مؤسسة الحرمين؟ دعنا، ما هو المنطلق الذي ننطلق منه لما نناقش قضية مثل هذه؟ المنطلق القرآن الكريم والسنة النبوية. القرآن الكريم هناك آيات تدل على وجوب الاهتمام وبذي القربى في الـ في الـ في الـ هذا مدخل على رد على السؤال. الرسول صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذ لليمن قال له خذ من أغنيائهم صدقة، وبما معناه أعطها لفقرائهم. أنت لما تجي كمؤسسة الحرمين تأخذ تبرعات الناس السعوديين، زكواتهم، هباتهم، أعطياتهم، وتأخذها وتقوم بصرفها خارج الحدود، بينما هناك في الداخل هناك فقراء بحاجة إلى هذه المعونات وبحاجة إلى هذه المساعدات. أنا طالبت فقط بأن تعود هذه المؤسسة وغيرها من المؤسسات للعمل الخيري في الداخل، وعندما يصلون إلى قناعة أنه لم يعد هناك حاجة في الداخل فليتوجهوا إلى كل أنحاء الأرض. لكن عندما أرى الفقراء في بلدي بحاجة إلى هذه الزكوات، بحاجة إلى هذه الأموال، وتقوم هذه المؤسسة أو غيرها من مؤسسات خيرية أخرى وتقوم بتوزيعها على فقراء العالم، أنا لست مسؤولا عن فقراء العالم. أنا بالمقام الأول مسؤول عن فقراء بلدي وعن المحتاجين في بلدي. منطلقي القرآن الكريم ومنطلق السنة النبوية. هم لا يريدون هذا الشيء، هذا شأنهم هم. لكن هناك من يقول أن هناك التزامات ومسؤوليات يعني المملكة ولأهل المملكة بحكم الموقع الجغرافي ومكانتها في العالم الإسلامي تجاه المسلمين الفقراء الآخرين. الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لمعاذ ذهب اليمن لم يقل خذ من أغنيائهم صدقة وأتي بها وزعها على فقرائنا، قال خذ صدقة من أغنيائهم وأعطيها لفقرائهم. أنا لا أقول لا نساعد الآخرين. رسالة المملكة العربية السعودية منذ عهد المؤسس وحتى اليوم هي مساعدة جميع فقراء العالم الإسلامي، لكنها تنظر في المقام الأول. يعني أنت تقول الأولوية للداخل. نعم. نعم. طيب، هذا معلش يعني خلني أنتقل لموضوع آخر هو جدلي وأنت اللي أثرته. يعني أنت تقول أنه في فقراء وأنه مؤسسة الحرمين المفروض أنه اهتمامها يأتي بالداخل، في نفس الوقت عندك مقال اللي أثار عليك جدل وما زال الناس يعاتبوك عليه اللي هو عفوا هل هذا شعب فقير؟ كيف يعني ترد على من يقول يعني صالح الشيحي يعترف بالفقراء والفقر في السعودية حينما يتحدث عن مؤسسة الحرمين، في نفس الوقت يقول أنه لا يوجد شعب فقير في السعودية في مقالك المنشور ب 12 يونيو 2008؟ أنا قلت هل هذا شعب فقير؟ أنا لم أقل، لكن أنه هل هذا شعب فقير؟ فعلا الشعب السعودي ليس شعبا فقيرا يا سيدي. وزير العمل الفلبيني يقول أن هناك 200,000 عاملة فلبينية في المنازل السعودية. 70% من الأسر السعودية تمتلك خادمات أو لديها خادمات أو عاملات منزليات. دخل مواطن متوسط دخل المواطن السعودي 15,000 دولار عام 2007. كل هذه المعطيات التي أمامي تؤكد بما لا يدع مجال الشك هذا ليس شعبا فقير. لكني في المقابل لم أقول أنه شعب غني. أني أصف بأنه شعب ليس فقير ليس بالضرورة أن لا يوجد فقراء. يوجد فقراء، لا أحد ينكر وجود الفقراء، فقراء في كل مكان في العالم. طيب، بقاطعك لفاصل آخر في هذا اللقاء ثم سنعود، ضروري أن نعود لهذا المقال تحديدا، ولكن بعد الفاصل ابقوا معنا. حياكم الله من جديد، والحوار يتواصل مع الأستاذ صالح الشيحي كاتب العمود اليومي في جريدة الوطن السعودية. عفوا هل هذا شعب فقير؟ يعني أنت تقول أنه والله أنت لا تعني أنه لا يوجد فقراء، هناك فقر ولكن قد لا يوجد فقراء. بالضبط.
بمعنى انه الشعب ليس فقيرا لا يعني عدم وجود فقراء، لدينا فقراء، لكن لماذا انا اسال نفسي سؤال احيانا، لماذا لم نعترف بالفقر الا بعد زياره الملك للفقراء في احد احياء الرياض؟ هل الفقر وجد فجاه لدينا حتى نحتفي في كل هذه الحفاوه الشديده؟ لدينا فقراء نعم، لكن دكتور اليوم في المملكة العربية السعودية، وأرجو ألا أتهم أيضا في هذا الرد أنني الآن أرتدي عباءة الحكومة، وإن كان هذا شرف أنه أرتدي عباءة الحكومة ودافع عنها في الأمور الإيجابية، لا يوجد اليوم فقير في المملكة العربية السعودية، أو لنقل بمعنى أدق لا يوجد مواطن اليوم في المملكة العربية السعودية يستحق أن يطلق عليه فقير لا تصرف له الحكومة راتب. أقل مواطن اليوم في المملكة العربية السعودية يجوز لنا تسميته فقير يتقاضى مبلغ 800 ريال شهريا إن كان فردا واحدا. كل متقاعد في المملكة العربية السعودية إن كان راتبه أقل من 3700 ريال يحق له أن يتقاضى راتب من الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية. أي فرد في المجتمع السعودي يجوز لنا أن نطلق عليه وصف فقير ولديه أطفال يصرف له إلى غاية 2800 ريال. دكتور هذا المبلغ 800 ريال أو 1000 ريال أو 2800 ريال أو متقاعد يتقاضى 3700 ريال ويتقاضى أيضا من 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 الضمان الاجتماعي، أيضا ناهيك عن ما تصرفه الجمعيات الخيرية، جمعيات رعاية الأيتام، جمعيات رعاية المعوقين، والتي تصرف أحيانا إلى 20000 ريال في السنة. عفوا، هذه المبالغ لا تصرف لأي فقير في الوطن العربي كله، بل انه الراتب ال 800 ريال اللي تصرف للفقير في المملكه العربيه السعوديه تضاهي راتب وكيل وزاره في الدول العربيه الاخرى. لكن مشكلتنا احنا اتكاليين، لدينا امراض اجتماعيه، احنا نلاحق الرفاهيه ونلاحق الكماليات دون سبب، وبالتالي نريد ان نكون كلنا اغنياء ونريد ان نكون كلنا. طيب هذا صمتي لا يعني اني متفق معك، لكن برد عليك بتعليق من قارئ. طبعا هذا المقال عفوا هل هذا شعب فقير، يعني عدد تعليقات في موقع جريدة الوطن وصل إلى 495 تعليق، في أغلبها كما قرأت في أغلبها كان يعني يحتج على هذا المقال. أحدهم يقول: صباح الخير أبو حسام، يعني صالح الشيحي، تبحث عن الفقراء في الأسواق وشوارع العلية والتحلية تجدهم في منفوحة وخنشليلة ورفحة وهجر الشمال والجنوب، سامحك الله ذكرتنا بآلامنا. فعلا يعني هل ذكرت الناس بآلامها بهذا المقال؟ الفقراء الذين نتحدث عنهم جميعهم يصرف لهم رواتب من الحكومة، لا يوجد فقير من هؤلاء الفقراء الذين يتحدث عنهم سواء في رفحة ولا في خنشليلة ولا في الجنوب، ولا جميعهم تصرف لهم رواتب، لا يوجد فقير اليوم في المملكة العربية السعودية، وأنا أتحمل مسؤولية كلامي، لا يوجد مواطن فقير يجوز لنا نطلق عليه فقير لا يصرف له راتب من الحكومة، وهذه على مسؤوليتي الشخصية. عندك إحصاءات وعندك دراسات؟ هذه بيانات وزارة الشؤون الاجتماعية وتقارير وزارة الشؤون. طيب بخلي ميسر الشمري في جريدة الحياة 16/6/2008 يرد عليك يقول: بل لدينا فقراء يا صالح. ينهي مقاله بي: وإذا ما تجاوزنا الفقر في جدة والدمام والرياض لأنها مدن كبيرة ووعاء بشري هائل، فهناك مدن صغيرة في الشمال والجنوب تعاني من الفقر. وليت الأخ الشيحي وهو من مدينة رفحة تحدث عن مواطنيه في عرعر الذين يعيشون في بيوت من الصفيح، أو ليته تحدث عن الفقر في حفر الباطن أو في الجنوب. صالح يعني بأمانة، ألم يعني لا تعترف بأنك أسأت التقدير في هذا المقال؟ هؤلاء الذين يتحدث عنهم لديهم بيوت من الصفيح، أنا تحققت من الأمر واكتشفت أن لهم بيوت في المدينة ولكنهم يؤجرونها ويسكنون في هذه البيوت من الصفيح. أنا أرجع وأقول أن الحكومة اليوم لديها مشاريع إسكان تنموي هائل لجميع الفقراء، تصرف مخصصات الفقراء، الجمعيات الخيرية تصرف مخصصات الفقراء، جمعيات الأيتام تصرف، الجمعيات رعاية المعاقين تصرف. أنا لا أدري هل هناك، أنا أسأل، أتمنى أنه يخرج فقير واحد في المملكة ويقول أنا لا يصرف لي راتب، لا يوجد. لكن أنه من أجل أنه نعالج المشكلة يجب أنه نتخلص من أمراضنا الاجتماعية وبحثنا عن المظاهر والتنافس، بالتالي سنتخلص من هذه المشكلة. لكن صدقني احنا مجتمع يبحث عن المظاهر ليس الا، الكل يريد ان يمتلك سيارة فارهة، الكل يريد ان يمتلك فيلا فارهة، الكل يريد ان 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 ان, أن ياخذ اولاده للسياحة في اوروبا وفي في في امريكا، هذه مشكلتنا. طيب موضوع ثاني ايضا يعني قد يفقد صالح الشيحي شيء من بريقه ككاتب يومي، قضية صاحب التلفريك في تهامة في فيفا،
ومطالبة الأجهزة الرسمية بأن تعاقبه لأنه يستخدم التلفريك وينقل ابنه المريض. كان الناس تتوقع أنه صالح بينتقد الأجهزة الحكومية اللي ما نفذت الطرق في هذه المنطقة وما سهلت له وسائل المواصلات، هل ما زلت عند موقف أن الرجل يستحق العقاب؟ نعم لازلت عند موقف في هذا الشخص وغير هذا الشخص. نعم. أنا والله لا أنتصر لرأيي لمجرد الانتصار، أنا عن قناعة. وبالمناسبة هذا المقال بالذات هو اللي شكل منعطف في نظرة القارئ لي بأنه أنا ارتديت عباءة الحكومة وقفت. إحنا مشكلتنا دكتور شعب عاطفي، إحنا شعب عاطفي تستثيرنا صورة. هذا المواطن عندما يتعلق في السماء هو يخاطر بطفل، هو يخاطر بطفل في نهاية المطاف. يا أخي إن كان يمتلك منزلا في السماء فلينزل إلى الأرض، إذا كان يمتلك منزل في رأس جبل فلينزل إلى الأرض، هناك مشاريع إسكان خيرية، يبيع منزله يا أخي ويسكن يسكن مع الناس. هذه نقطة دكتور. إحنا عندنا مشكلة مشابهة لهذه المشكلة. المواطن اليوم يسكن في قلب الصحراء، ثلاثة أسر تسكن في قلب الصحراء وتطالب الحكومة بأن تأتي لها بمدرسة وبمركز صحي وتسفلت الطرق وتريد مياه وتريد كهرباء وتريد مشاريع تنموية. هذا غير منطقي أصلا، هذا غير منطقي. أو مجموعة من الأسر تسكن في قلب أو في بطن وادي سحيق أو في رأس جبل يريدون من الحكومة. ما هو صحيح أنه إحنا نتفرغ من أجل أنه ثلاثة أسر في قلب الصحراء ونترك التنمية في المدن التي تتكدس بملايين البشر، هذا غير صحيح. أنا طلبت بمعاقبة صاحب التلفريك من منطلق أنه يجب عليه أنه يعني يحترم هالطفل. المنظر لا إنساني، لكن إحنا شعب عاطفي تأخذنا العاطفة كثيرا. طيب بالمقابل ألم تطالب الأجهزة، يعني لنفترض جدلا أنه نتفق معك في هذه النقطة، بالمقابل ألم تطالب من باب مسؤولية الكتابة الأجهزة التنفيذية في هذه المنطقة بتوفير الخدمات الضرورية لسكان الجبل؟ أنا سأقف ضد أي جهة حكومية تستنزف موارد الدولة لإقامة خدمات حيوية أو من مراكز ومن مدارس في قلب الصحراء أو في رؤوس الجبال، وتترك المواطنين الذين يتكدسون في قلب المدن. طيب وهل الأرياف والجبال ما هم مواطنين أيضا؟ عندما تكون لدينا مكون سكاني ضخم يستحق، أنا سأقف مع المواطنين وأطالب لهم. لكن عندما يكون هناك شخص أو شخصين في رأس جبل أو في بطن وادي سحيق أو في قلب الصحراء ويطالبون الحكومة بأن تؤمن لهم، لا، هذا على حساب المواطنين الآخرين الذين يتكدسون في المدن، هم بحاجة أكثر لأن الدولة تنتبه لهم وتصرف لهم ما تستطيع من 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 خدمات. يعني كأنك تقول اتركوا قراكم والريف وروحوا للمدن علشان أنتوا الحكومة. الريف عندما يجوز لنا نسميه ريف بالفعل، أنا أقول لك لا، يجب أنه تهتم الحكومة. لكن أنا أتحدث عن مواطن أو مواطنين أو ثلاثة يقف في قلب الصحراء عند بئر ورثها عن أجداده، لا يريد أن يترك هذه البئر ويريد الناس أن تأتي وتخدمه في مكان، هذا غير صحيح، هذا غير منطقي، هذا استنزاف لموارد الدولة في أمور غير منطقية. يجب أن نحاسب أي جهة حكومية تنساق وراء هذه المطالبات أو هذه الأمور. أنا قبل أن أطالب الحكومة، أنا لن أطالب الحكومة بأنها تبني مركزا صحيا لهذا المواطن أو مدرسة. أنا أطالب الناس الذين تفاعلوا مع هذا المقال وشتموا، لم يردوا دكتور أنت لطفتها، شتموا الكاتب وهم يرون أنها شتيمة عندما يقول أنك ارتديت عباءة الحكومة. أطالب ماذا فعلوا لهذا المواطن؟ نعم، لم يقدموا أي شيء. أنا أظن بعد هذا المقابلة أستاذ صالح يعني سينزع عنك لقب كاتب البوليتاريا نهائيا. القارئ العاقل أظن أنه لن ينزع هذا اللقب. طيب مقال لك عن وزير البترول والثروة المعدنية يقال أنه تسبب في إيقافك على الكتابة، هل هذا صحيح؟ نعم. ماذا كان مجمل المقال؟ المقال كان يتحدث عن أنه طبعا هو في فترة معينة كانت البلد تمر بظروف اقتصادية معينة ومشكلة مأساة الدين العام التي كانت تكبل الحكومة. كان يظهر أنه بين فترة أخرى يعلن معالي الوزير عن اكتشافات بترولية وما إلى ذلك. أنا كنت فقط مصدر احتجاجي أنه لا تعلنوا عن هذه الاكتشافات البترولية أو حقول الغاز، فقط من أجل أنه المواطن، ضربت مثل أنه عندما تمطر السماء المواطن ينتظر أن الأرض أن تنبت وتخضر، بالتالي ينبغي أنه على وزير معالي وزير البترول أنه لا يفصح عن هذه الاكتشافات لأنه البلد تمر في مأزق اقتصادي في تلك الفترة من ما خلفوا عليها الدين العام وتراتبات أزمة الخليج الثانية. فقط كنت أريد أن لا يتم الإفصاح عن أي اكتشافات بترولية لأن غضب المواطن سيزداد
بس أليس من حق الناس أن تعرف يعني عن اقتصادها وعن ثرواتها وعن الجديد في مشاريعها؟ تعرف، لكن لا ينبغي أن نحتفل بهذه الاكتشافات بشكل مبالغ فيه. كأنك تقول بشكل غير مباشر أنه المواطن سيصاب بإحباط لأنه ربما هذه الاكتشافات لن تحسن من الوضع الاقتصادي. بالضبط، وينبغي أنه ينبغي أنه لا تفصع عنها وزارة وين أفصح. لماذا لا يستفيد منها الاقتصاد الوطني إذن؟ زي ما تفضلت قبل قليل أنه هناك مأزق اقتصادي تمر فيه البلد، ظروف معينة اقتصادية، الدين العام، مشاكل أخرى هي التي كانت لم تدع فرصة تنعكس هذه الاكتشافات البترولية أو حقول الغاز على تنمية البلد أو على المواطن نفسه. نعم، هل قل حماس القارئ لصالح الشيخ في الفترة الأخيرة؟ بالعكس، الآن كما تلاحظ في الصحيفة أصبحنا كالمأكول المذموم، يشتمونك لكنهم يقرؤونك، ومقالاتك لا زالت تحقق مع بقية الزملاء الأكثر قراءة والأكثر تعليق والأكثر طباعة والأكثر حفظ. بالتالي ثم أنه أنا طالما أنه أنا مقتنع بما أقدم، مقتنع برسالتي، ومقتنع أنه هناك قراء عاقلين وقراء منصفين، لا يعنيني قلة قراء. الزمن كفيل بأنه يكشف لهم الحقيقة، يكشف لهم صدق ما أنا أنادي به وأطالب به. طيب، أمامنا فاصل أخير في هذا الحوار، ولكن بعد الفاصل سأسألك عن مجموعة من المقالات اللي تناولت فيها قضايا الخمور المصنعة محليا وبعض المسكوت عنه في المجتمع السعودي، ولكن بعد هذا الفاصل الأخير ابقوا معنا. حياكم الله إلى الجزء الأخير من هذا الحوار مع الكاتب السعودي صالح الشيحي. صالح، إنهم يشربون الكولونيا، مقال نشر لك عام 2009 26 أبريل، وأيضا لك مقال آخر عن الخمور المصنعة محليا، وتقول أنه ظاهرة انتشار الخمور المصنعة محليا وأنه إلى الآن لم نعالجها بشكل مباشر سواء إعلاميا أو بإجراءات رسمية. لماذا الحساسية في طرق مثل هذا الموضوع في رأيك؟ احنا كما قلت لك انه احنا احيانا بحاجة لاعتراف رسمي في بالمشكلة او بالظاهرة لكي نسير، لكن هذه من المشاكل ومن القضايا المسكوت عنها في المجتمع السعودي، قضايا الخمور المصنعة محليا. تعاطينا مع هذه المشكلة فقط اقتصر على وزارة الشؤون الإسلامية عبر أئمة او خطباء الجوامع عندما يحذرون يقولون الخمور محرمة وتنتهي الرسالة عند هذا الحد. لا يوجد اليوم مواطن في السعودية على وجه الخصوص لا يدرك أن الخمور محرمة نصا صريحا. لكن كيف إحنا نعالج المشكلة؟ إحنا نعترف بأنها موجودة ونعترف بأنها حرام، لكن لا نوجد وسائل أو سبل. هؤلاء العمالة الذين وجدوا في المجتمع السعودي سوقا رائجة ووسيلة للثراء، ليس هم من يتحمل المسؤولية، هم يتحملون نسبة بسيطة. صاحب العمل هو من يتحمل المسؤولية. يجب أن يكون هناك وسائل رادعة حقيقية. الآن الذين يشربون الكولونيا، إلى قبل 3 أيام سمعت أنه هناك أيضا، ووقفت على من 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 من, من, من تقارير أنه هناك أيضا حالات أخرى بدأت يتم اكتشافها. ينبغي أنه 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 يكون هناك وسيلة رادعة لصاحب العمل الذي هيئ لهذه العمالة مكانا تمارس فيه تصنيع هذه الخمور وتبيعها على الشباب وعلى المواطنين السعوديين. أما أنه نسكت عن هذه الظاهرة، أنا أتصور أنه إحنا نماهر. أنت تقول لي أنه في مشاكل يعني صحية خطيرة جدا تؤدي إلى الوفاة بسبب المواد المؤذية، تؤدي إلى الوفاة وتؤدي إلى مشاكل صحية أكبر. بالتالي طيب، أطردوا هذا المنافق. شوف، ما شاء الله عليك، أنت كاتب عمود يومي، وصعب أن الواحد يجمع كل يعلق على كل مقالاتك، وبالتالي اخترت بعض المقالات اللي أعتقد أنه المشاهدنا بيحرص أنه نتناقش حولها. تقول: عصرنا هذا وزماننا هذا ليس استثناء، إذ أنه على مر العصور والأزمنة والدول يحرص المنافقون على الالتفاف حول الخلفاء والأمراء والوزراء فور توليهم زمام الأمور، يشكلون دائرة محكمة الإغلاق حول كل واحد من هؤلاء فيحجبون عنه الحقيقة. كأنك تقول أنه البطانة السيئة هي التي تحكم الأوضاع في المنطقة العربية.
نحن ندعو منذ أن كنا أطفالا ونؤمن خلف إمام الجمعة اللهم أصلح بطلاتنا نقول آمين. عندما كبرنا أدركنا لماذا كنا نقول آمين ولماذا كان هذا الخطيب يقول اللهم أصلح بطلاتنا. هذه ظاهرة عربية عامة ليست مقصورة على بلد معين ولا على منطقة معينة. الدائرة التي تحيط بصانع القرار هي التي تتحمل كل مشاكل أي دولة عربية أخرى أو أي مجتمع آخر. هؤلاء الذين يغيبون يصبحون طبقة عازلة حول صانع القرار أو صاحب القرار سواء كان ملك أو رئيس دولة أو رئيس جمهورية أو وزير أو أي مسؤول، هم الذين يتحملون كامل المسؤولية حول غياب. بس هذا يعني أنت يعني كأنك تعفي المسؤول أيا كان في المملكة أو في أي مكان آخر عن المسؤولية، يعني البطانة لا تتحمل كافة المسؤولية أليس كذلك؟ المسؤول كما يقال في الأمثال ليس شمسا شارقة على الكل حتى يدرك ويرى ما يعاني منه الناس. هو يحكم بناء على التقارير التي تعرض عليه، يحكم بناء على ما يقدم له المستشارين اليوميين، يحكم بناء على ما تقدم له الأجهزة التنفيذية داخل الدولة، وزراء الدولة وزراء حكومته ومستشارينه. وبالتالي هؤلاء ليسوا بالضرورة أن يكون صالحين بكاملهم، لابد من بينهم المفسد والمنافق ومن له مصلحة في بقاء الوضع فاسدا ومن له مصلحة في بقاء الوضع مائلة. وبالتالي لم إذا أردنا أن نصلح الـ 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 رأس الهرم ينبغي أن نصلح الدائرة الأولى التي تلتف حولها. وبالتالي مصلحة النظام السياسي أو رأس الهرم كما قلت أن تكون هناك صحافة ناقدة تطرح المسائل بشكل جاد وصريح ومباشر. يعني فيما قبل اسمح لي يعني كنا يعني كان هناك خطاب إعلامي منافق يعني ويبالغ في مدح الأشياء ولا يمارس النقد. يعني الآن الأوضاع تغيرت. أنا أقصد ألا يؤكد هذا الكلام اللي تقوله الآن صالح أهمية أن يكون الإعلام عنده مساحة أكبر من النقد من شرح الصورة لصانع القرار الأعلى؟ ضروري أن يكون هناك صحافة. هل إعلامنا اليوم يؤدي هذا الدور؟ إلى حد ما نعم، في المملكة العربية السعودية إلى حد ما نعم، إلى حد كبير نعم. الصحافة السعودية اليوم تغيرت على السابق بكثير. لا أود أن أقول أنها في السابق كانت منافقة لكنها لم تكن تجرؤ على قول الحقيقة. المسؤول يريد الحقيقة، المسؤول يفرح عندما يرى انتقادا إيجابيا للنائب. نعم. طيب هذا يقودني إلى سؤال عن الإصلاح. هذا موضوع من مواضيعي المفضلة دائما، الإصلاح في الفترة الأخيرة في السعودية. هناك مظاهر إيجابية، ظواهر إيجابية، تفاعلات إيجابية. هل تعتقد، هل أنت متفائل أنه طريق الإصلاح مستمر؟ الإصلاح مستمر وموجود منذ تأسست الدولة. أنا لن أعود إلى الوراء كثيرا لكن دعني أنا أقول أنه من الظلم ومن الإجحاف أن ننسى عهد الملك فهد. عهد الملك فهد شهد طفرة إصلاحية هائلة. العديد من المشاريع الماثلة أمامنا اليوم سواء كانت مطارات المملكة العربية السعودية كلها أنشأت في عهد الملك فهد، الجامعة، عدد من الجامعات، عدد من المدن الطبية. عهد الملك فهد أيضا شهد مرحلة إصلاحية مهمة جدا، لولا عدد من العوامل التي أثرت أو عرقلت المسيرة الإصلاحية في عهد الملك فهد، وهي ظروف خارجية لا تخفى على المشاهد. سواء لكن خلنا نتكلم على المستقبل. طيب يعني ننتقل الآن إلى العهد الحالي. لا شك الملك عبد الله حفظه الله، سمو ولي عهده الأمير سلطان حفظه الله، جادين ولديهم حرص أكيد ولديهم فعلا يسعون دائما لتعزيز الإصلاح ويكون الإصلاح منهج للحكومة. بس من وجهة نظرك صالح الشيخي، ما أهم الخطوات الإصلاحية اللي تتمنى تتحقق سريعا في البلد؟ الإصلاح السياسي بدأ، صحيح أنه بدأ القفزة الأهم في الإصلاح السياسي بدأت في عهد الملك فهد عبر النظام الأساسي للحكم، أنظمة مجلس الشورى، لكن اليوم أيضا أنظمة البيعة إصلاح يعتبر أيضا إصلاح سياسي. هناك إصلاحات اقتصادية على سبيل المثال البنوك الأجنبية التي فتحت، هناك إصلاح تعليمي، هناك إصلاح صحي، هناك فعلا صدق. منك من الناس اللي ترى أنه الانتخابات بما فيها الانتخابات البلدية والدعوة إلى انتخابات برلمانية ليست من خطوات الإصلاح في ظن صالح الشيخي، هل قرأتك خطأ؟ أنا أقف موقف رافض تماما وبشدة لوجود انتخابات برلمانية في المملكة العربية السعودية، لأني أدرك أنه انتخابات ستعرقل التنمية. الآن لدينا دولة مجاورة اللي هي دولة الكويت،
في مكوناتها الاجتماعية تشابه إلى حد كبير المجتمع السعودي. البرلمان الكويتي هو أول برلمان خليجي منتخب عام 63، حل المجلس أكثر من 6 مرات، الحل الأخير لم يمضي عليه سوى سنة واحدة وأتى الحل الآخر. كل المسوغات الحل في عهد الشيخ جابر وفي عهد الشيخ الله يرحمه. طيب خلينا احنا بالسعودية، لا معلش، لا انتخابات جزئية في مجلس الشورى أليست مطلب؟ أتصور أنه طالما أنه أنت عندك 150 شخص هم أنت ترى أنهم من 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 صفوة مثقفين البلد وإصلاحيين البلد، هم يريدون شيئا واحدا فقط، أن تعطيهم هامشا من الحريات في مجلس الشورى بحيث يتحركون. ثق تماما، إن منحت هؤلاء 150 عضو برلماني صلاحيات واسعة وهامش واسع من المحاسبة والرقابة والمساءلة وما إلى ذلك، لسنا بحاجة إلى 150 شخص آخر يأتون بالانتخاب لكنك لا تمنحهم، لا تمنحهم الصلاحية. ما الفرق بين الحالتين؟ يعني كانك تقول الخطوة الأولى توسيع صلاحيات مجلس أنا الشورى. لا أريد خطوة أخرى، أنا أريد خطوة واحدة فقط، أريد أن يمنح مجلس الشورى الحالي هامش من الحرية. أما الانتخابات أنا ضدها تماما، لأنه إحنا مجتمع قبلي، وأظن أنه أي انتخابات قادمة لا ليس بالضرورة أن تأتي بالأصلح والأمثل وال... هل أنت محبط من تجربة انتخابات المجالس البلدية؟ أنا محبط بالدرجة الأولى من تجربة نيابية في الكويت، دخلنا في السعودية، وأيضا محبط لأنها مثال واضح أمامنا، ومحبط أيضا من تجربة انتخابات البلدية وشاركت فيها وندمت أنني شاركت فيها كمراقب للانتخابات، لأن الذين وصلوا أغلب الذين وصلوا للمجلس لم يصلوا، كانت هناك قوائم يدرك الناخب أن هذه القائمة ستفوز. الذين دخلوا المجلس ليس لهم أي علاقة بالعمل الاجتماعي ولا بالعمل، بس هذه يعني كخطوة أولى كتجربة صالح، وأنت مراقب وتراقب يعني نمو المجتمع وحراك المجتمع، يعني حتى تتحقق الديمقراطية بأي شكل حقيقي لها تحتاج وقت طويل. يعني أقصد ظروف المجتمع مستقبلا تتطلب حراك يبدأ من الآن، يعني لماذا تحكم بفشل التجربة من خطوتها الأولى؟ إذا كانت التجربة على نطاق طيب في مجالس بلدية فشلت ذريعا، يعني من وجهة نظر الشخصية قد أكون مخطئا لكنها فشلت ذريعا. كيف نريد أن تنجح تجربة برلمانية ضخمة هي التي تسير مستقبل البلد؟ أنا أعود، وأنت لا تريد أن أضرب هذا المثل، أعود وأضرب لك بالتجربة الكويتية. تأخرت وتعثرت التنمية في الكويت سواء فيما يتعلق بالتنمية الإسمنتية أو بناء الإنسان، تأخرت كثيرا. الآن إحنا في ظروف اقتصادية مواتية للبناء، وأي عوامل أخرى قد تؤثر على التنمية والبناء والبنى التحتية وبناء الإنسان، أي عوامل أخرى لن تكون في صالحنا على الإطلاق يا دكتور. طيب بما أنك يعني تبدو إيجابي في أغلب هذا الحوار وهذا شيء جيد، خلني أسألك عن يعني القلق أو المخاوف اللي تنتاب صالح الشيحي على المستقبل في السعودية، أيا كان هذه المخاوف. أنا لا أخشى من شيء إلا من الأجهزة التنفيذية في الحكومة اللي هي وزراء الحكومة. الآن الكرة في مرماهم ولا شك، سواء عبر تصريحات الملك حفظه الله ولا تصريحات سمو ولي العهد أو تصريحات سمو النائب الثاني الأمير نايف، الكل الآن الكرة في مرمى الأجهزة التنفيذية داخل الحكومة. أنا أخشى أن لا تكون بعض أجهزة الدولة في مستوى المسؤولية. اليوم لدينا مال ولدينا قدرات ولدينا رغبة ولدى القيادة العليا الإرادة الصادقة، حسب ما سمعت في التلفزيون أو في خطبة الملك عبد الله حفظه الله أو سمو ولي العهد أو سمو النائب الثاني، الكل لديه الرغبة الصادقة والإرادة الصادقة والحماس لأن تندفع مسيرة الإصلاح ومسيرة العمل في طيب. من أجل مستقبل البلد. لكن هناك بعض الأجهزة تبطئ العجلة، عجلة الإصلاح موجود لكن العجلة ما تزال بطيئة. طيب هل أنا أسأل متى سيعود صالح الشيحي كاتب البوليتاريا الأول؟ أظن أنني لازلت كاتب ألامس هموم الناس، لا تهمني التسميات بقدر ما أنا واثق من أنه أنا طيب. أقدم رسالة نبيلة، قضية طيب. دافع عن قضية مهمة. شكرا جزيلا، نصل بهذا إلى نهاية هذا الحوار مع الكاتب السعودي صالح الشيحي. ألتقي بكم الأسبوع القادم مع ضيف آخر. إلى اللقاء. شكرا شكرا.